مشاهدينا الأعزاء، أسبوعا جديد وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية. تعالوا معنا لنتابع أهم أحداث هذا الأسبوع. بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، نظمت إدارة المكتبة الرئيسية بمكتبة الإسكندرية ندوة حول مرض التوحد، وذلك بمشاركة العديد من الأطباء والمختصين. هدفنا في اليوم ده ان احنا نوعي اكبر قدر ممكن من الافراد المتعاملين في مجال التوحد والافراد العاديين بخطورة اضطراب التوحد، خاصة ان السنوات الاخيرة تم تضاعف اعداد المصابين باضطراب التوحد. احنا بنوجه رسالة لكل الافراد والمنظمات والمؤسسات والحكومة بأهمية الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة. في إعاقات مركبة، بيكون توحد وكف بصر، في توحد وفي كل الإعاقات مع التوحد كمان بيكون إعاقة مركبة مش بيتم الاهتمام بيهم خالص. وإحنا أصلا مش مهتمين للأسف بالتوحد لوحده، فإحنا بنوجه نظر الدولة والمؤسسات والمنظمات للاهتمام بالتوحد. التوحد ملوش سبب واضح لغايه دلوقتي في اسباب كتير ممكن تكون هي اسباب التوحد، منها العوامل الوراثيه، وفي جينات كتير متهمه انها تكون ممكن اسباب التوحد، وخصوصا في اعاقات تانيه او اضطرابات تانيه فيها اعراض توحد، وبالتالي في جينات كتير بيقولوا ان هي ممكن تكون سبب لاسباب التوحد. فهي ممكن يكون في سبب وراثي، ممكن يكون سبب بيئي، والمقصود ببيئي ان انا الطفل اثناء الحمل جوه بطن مامته هي تعرضت لايه، حتى العوامل النفسيه دلوقتي بقت الابحاث كلها عليها. اثناء الولاده الطفل ده كان عنده نقص أكسجين، دخل حضانة، احتاج علاج دوائي، احتاج علاج ضوئي، احتاج علاج أكسجين ولا لأ، الطفل ده كان مبتسر ولا كان في معاد، وكل الحاجات ده هي من الأسباب التي قد تؤدي إلى التوحد. ولكن ما فيش سبب واحد معروف يعني للتوحد، وبالتالي عشان احنا مش عارفين السبب فما فيش العلاج برضو اللي هو الكامل للتوحد لغاية دلوقتي. اهم حاجه ان انا الطفل ده هو اشك بدري ان الطفل ده ابني عنده مشكله. ومن الحاجات اللي انا قلت ان هي مهمه جدا ان الطفل ان انا اعرف ان هو عنده مشكله، الطفل اللي ما بيشاورش مش بيشاور بصبعه، الطفل اللي انا اللي بشاور وهو ما بيبصش على المكان اللي انا بشاور عليه، والطفل اللي ما عندوش لعب تخيلي. وده من الحاجات اللي هي حتى من سن سنه ونص اقدر ان انا اقول ابني فيه مشكله. وكمان الحاجه الثانيه، ما عادش ابني من سن 0 ل 2 دلوقتي كل الريكومنديشنز يعني كل حاجه بتقول ما يتفرجش على التلفزيون خالص. فالطفل من 0 سنتين ما عادوش قدام التلفزيون خالص، اعمله تحفيز في البيت. لو انا لقيت ان الطفل دوت ما عندوش الثلاث حاجات دي، ما بيشاورش زي ما انا بشاور، ما بيبصش، وما عندوش لعبه تخيلي، لازم اوديه لحد يبص عليه وابتدي تدخل على طول. مش مهم بقى التشخيص، التشخيص بيجي بعد كده، بس المهم ان انا ابتدي اتدخل بدري. طفل عمره 6 سنين، هو عنده اعاقه مركبه، كف بصر وتوحد. لما عرفت هنا ان في ندوه عن التوحد، حبيت ان انا اجي واحضر واعرف ايه اللي يقدر يفيدني مع ابني، وهو طبعا وحب ان انا اعرف ايه اللي ناقصه بالنسبه لطفل عنده توحد، ايه اللي ممكن يحتاجه لما يكبر، وازاي اقدر اتصرف معاه. كل الاولياء الامور برضو هدفهم واحد، ازاي نعلمهم وازاي يدخلوا مدرسه، لان فعلا دي مشكله وللاسف ما حدش قادر يحلها. استفدت ان مش انا لوحدي بس اللي بدور على موضوع المدرسه، ولقيت ان في ناس كتيره قوي بتجري ان هي تحقق مشروع مدرسه لاطفال توحد واعاقات مركبه. في إطار البرنامج الثقافي لمعرضها الدولي للكتاب لعام 2015، تتواصل اللقاءات الثقافية والندوات بمكتبة الإسكندرية. كان من ضمن الندوات واللقاءات الثقافية بمكتبة الإسكندرية في إطار البرنامج الثقافي لمعرضها الدولي للكتاب لهذا العام
ندوة حول كتاب جمال حمدان وعبقرية المكان لكل من الباحث محمد غنيمة والباحث أيمن منصور، والتي تم خلالها مناقشة ما تناوله الكتاب. جدير بالذكر أن هذا الكتاب هو أحد إصدارات مكتبة الإسكندرية. يوم رحيل عبد الناصر كنت أعرف اسم جمال حمدان، لأنه يوم الاثنين برضو 5 يونيو سنة 67 صدر في دار الهلال التي كنت أعمل بها في كتاب الهلال الكتابة الأولى لشخصية مصر، وصدرت في يوم شديد الأهمية، وكأن التاريخ يعني التاريخ بيعمل جملة من المصادفات يصنع منها التاريخ. دي كانت الكتابة الأولى لشخصية مصر، كانت في الأسواق تقريبا قبل الضربة أو بعد الضربة بساعات، ضربة 5 من يونيو سنة 67. وده كتاب عمر جمال حمدان وعاصرت، هو كتبه 3 مرات، المرة الأولى اللي صادرة في كتاب الهلال كتاب صغير، ثم عاد في الثمانينيات وكتبه كتابة وسطى، كتابة ثم رجع في التسعينيات في آخر الثمانينيات وكتب الكتابة الضخمة اللي هي 4 مجلدات الشهيرة جدا من شخصية مصر. كما أقيمت ندوة أخرى بعنوان الكتابة الساخرة، تم خلالها مناقشة بعض أعمال الكتاب الساخرين. الكتابة الساخرة في الأهرام ظهرت تقريبا سنة 2000 على يد مدير تحرير الأهرام، وأيام لما كان بقى الأهرام حاجة عظيمة فخيمة، وكانت الناس القادة اللي فيه أنصاف آلهة كده بتمشي على الأرض. فكان في عندنا مدير تحرير اسمه الأستاذ محمد زايد، وكان ده صحفي كبير جدا، وكنت بشوفه هو بيعمل حالة إعداد لأول ملحق كاريكاتير ساخر يصدر يوم الجمعة، اللي هو العدد الأكثر توزيعا في مصر بشكل كامل، يعني من ساعة ما أسسوا الجورنال ولحد هذه اللحظة. الأهرام بيوزع في يوم الجمعة قد كل الجرايد مجتمعة وأكتر، فيوم الجمعة لما يختاروا يعملوا فيه حاجة ساخرة كان أكيد ليها سبب. فأنا كنت بشوفه لما يكلم الناس عشان يشتغلوا معاه، ما كانش بيقول لهم إحنا نعمل حاجة كوميدية، كان بيقول لهم إحنا نعمل ملحق سياسي. ومن الندوات الأخرى الهامة التي عقدت على هامش المعرض ندوة بعنوان الهيلينستية في الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض مستشار مدير المكتبة، والدكتورة سحر حمودة مدير مركز الدراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط. كان ذلك بحضور القنصل العام لدولة اليونان. Now let me start by saying that, you know, this is an introductory lecture about the influences of the Greeks in Alexandria and the Hellenism of Alexandria. And this is one part of a puzzle, you know, just one part of a very big puzzle of the French and the Italians and the Maltese and the British and the Egyptians as well, because we are also cosmopolitan Egyptians. And it fits into the history of the city, and it is very the history of Hellenism in Alexandria goes back even further than most other histories related to Egypt and the civilization of the Nile. التصوير والزخرفة في المخطوط العربي هو عنوان ورشة العمل التي أقيمت بمكتبة الإسكندرية في إطار الاحتفال بيوم المخطوط العربي. السنة الثانية بنظم إدارة متحف المخطوطات بالتعاون مع معهد المخطوطات بالقاهرة احتفالية بمناسبة يوم المخطوط العربي. الاحتفالية بتكون عادة في أوائل شهر إبريل من كل سنة. السنة دي الاحتفالية يعني دعونا فيها مجموعة من الناس اللي حضروا زاروا الأول المخطوط، وقدمنا لهم محاضرة بعنوان فن الزخرفة والتصوير في المخطوط العربي. من خلال المحاضرة دي الطلبة اتعرفوا على
كلمة مخطوط، معنى كلمة مخطوط، تطور صناعة المخطوط عبر العصور. الكتابة في الأول كانت على إيه؟ اتعرف الطالب على أدوات المخطوط اللي كانت بتستعمل في الوقت ده، مهنة الوراق اللي كانت مهنة من أشرف المهن في الوقت ده. في جزء الخاص بالتذهيب والتزويق، تعرفنا على طرق تذهيب المصاحف، طرق تذهيب المخطوطات العربية. شفنا فن التصوير وإزاي كان الفنان العربي بيستعمل فن التصوير في توصيل المعلومة عن طريق النص بالمخطوط وعن طريق التصوير بالرسم اللي هو بيعملها. بعد المحاضرة النظرية كملنا بجزء العملي. الطالب فيه خد رسمة إسلامية كانت تستعمل منتشرة في وقت من الأوقات في المصاحف، يعني أكتر حاجة كانت للمصاحف، وعملها يدويا بإيده، وده رسخ المعلومة عنده إن هو خد المعلومة نظريا ورسخها عمليا. هدف هو تعريف النشء بتاريخه وهويته، ده هدفنا في الفترة اللي جاية في متحف المخطوطات، إن احنا يعني نبقى جزء مكمل للمدارس، جزء خاص بإن احنا نعرفه بتاريخه القديم. المخطوط تراث عربي محدش يعني بيتطرق له كتير، بس حاولنا نوصل للطلبة إن المخطوط ده هو الماضي، فالماضي اللي ملوش ماضي ما يقدرش يكون له حاضر ولا مستقبل، فبيعرف ازاي اجداده كانوا بيكتبوا، سواء من العلماء او علماء الفلك او كل في شتى العلوم. مشاهدينا، ندعوكم للحضور والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تنظمها المكتبة خلال الأسبوع القادم. ولمزيد من المعلومات وللتعرف على كل ما هو جديد في مكتبة الإسكندرية، زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.bibalex.org. وانتظرونا الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية.